السلام عليكم. وقعت الجزائر اتفاقية شراكة مع شريك صيني لإنشاء مركب صناعي لإنتاج المواد المضافة للبنزين بدون رصاص، هادو لي ام تي بي او، ان اديتيف بور لا فابريكاسيون دو ليسونس سون بلون. وهذا الاستثمار اللي راح يوفر هذه المادة الأساسية لإنتاج البنزين، اللي كما نعرف البنزين بدون رصاص اللي هو مادة استراتيجية بالنسبة لكل دول العالم، حيث أن هذا الاستثمار يقارب القيمة تاعو حوالي 500 مليون دولار. وهذا المركب اللي راح ينجز مع شريك صيني سوف يعزز المكانة الجزائرية في السوق الدولية للبنزين، لأنه رغم كل ما يقال عن مادة البنزين، عن المحروقات، عن استعمال السيارة للبنزين، إلا أن يعني فيما يخص السيارة الكهربائية يعني البدائل الأخرى في ميدان الطاقة المستعملة في المحركات، فالبنزين والمحروقات بصفة عامة مازال عندها سنين طويلة، يعني مازال دو بوجور دوفون تيل، يعني ما كاش مشكل بالنسبة لاستعمال البنزين بالنسبة للسيارات، لأن البدائل الكهربائية مازالها في البداية، حيث أنه التقارير تقول حوالي 85 إلى 90% من السيارات في العالم تستعمل البنزين، وفيها 10% من السيارات اللي تستعمل الكهرباء، أو سيارات كما يسموهم إبريد، يعني بين الغاز تستعمل الغاز الطبيعي أو الكهرباء. إذن ما زال دول العالم تستحق، يعني تستحق البنزين هذا، والجزائر دخلت في إنتاج البنزين بعد ما الآن يعني حولت كل الاستهلاك نتاعها من السوبر، يعني البنزين سوبر، إلى البنزين بدون رصاص، مما وفر قيمة كبيرة جدا فيما يخص الصيانة نتاع وسائل الإنتاج، لأن البنزين بدون رصاص ما يأثرش كثير على يعني الوسائل تاع الإنتاج، وعلى المركبات كذلك. إذن فيه يعني تحسن في الاستهلاك نتاع المواطنين في الجزائر بعد ما تحول الاستهلاك إلى البنزين بدون رصاص. إذن هذا المشروع اللي راح يكون عند شريك صيني هو سوف يعزز في إنتاج الجزائر للبنزين بدون رصاص. الجزائر أصبحت دولة رائدة في هذا الميدان، وهنا نشوف يعني لا جينيراليزاسيون دو ليسونس سون بلون ا بيرمي دي غان كونسيديرابل. هذا واش كنت نقول فيه، يعني انه الاستعمال تاع الغاز بدون رصاص يوفر مداخل إضافية. خليكم مع الفيديو لأكد الخبر اللي راني نتكلم عليه هنا. تتوالى استثمارات سوناتراك الجزائرية، وتتوسع خطتها في تمكين البلاد من منشآت جديدة في تحويل المشتقات النفطية، بإطلاق مركب جديد لإنتاج المادة المضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص المستخدم في المصافي، باستثمار يعادل نصف مليار دولار. يهدف العقد الحالي الذي سيوقع بين مجمع سوناتراك ومجمع سي ان تي سي البي او سي إلى إنجاز مركب الإنتاج الميتيل تير بوتيل إيتير ام تي بي او المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص والوقود الذي عمم استعماله في بلادنا منذ سنة 2021.
تكلفة هذا المشروع تقارب 76 مليار دينار جزائري، يعني باش نقربوا المفهوم ما يتعدى 500 مليون دولار. المركب المنتظر دخوله حيز التشغيل في 2025 من شأنه توفير 170 مليون دولار سنويا كفاتورة استيراد مادة MTBE واستهداف إيرادات تصديرية بخمسة ملايير دولار سنويا. ومن بين الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها على مدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50% من الإنتاج الأولي مقابل 32% حاليا، وتصدير 5 مليارات دولار مقابل 1.2 مليار حاليا، وزيادة ب 500% من القيمة المضافة الحالية. هذا المادة اليوم نستوردها تماما من الخارج، سعرها اليوم غالي يعني في المستوى على السوق الدولية، حيث يبلغ سعرها تقريبا 1100 دولار للطن، وكان يعني تكلفتها تكلفة استيراد هذه المادة سنة 2021 ما يقارب 170 مليون دولار. المشروع الذي يتكفل تحالف صيني بإنجازه في ظرف 36 شهرا يتم تمويله عبر قرض بنكي محلي بنسبة 70% على أن يضمن مجمع سوناطراك تمويل الحصة المتبقية. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.